سعدت صباح هذا اليوم بمشاركة إخواني في أمانة العاصمة المقدسة وأخواتي وشداد مكريات في جمعية مراكز الحياة. هذا تعلوج التنموي بالتنمية المستدامة في هذا البلد الكريم أسعد الجميع. الآن نبدأ إن شاء الله لكي نجعلها خضراء، وبدايتنا إن شاء الله في منطقة مكة المكرمة، هي من العاصمة المقدسة ومن بوابة مكة كما تشاهدون. هذا المكان الرائع الجميل نهدف إلى خلق بيئة مستدامة، زراعة الأشجار المحلية بمشاركة شركاء النجاح لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجمعيات التطوعية ومراكز الأحياء الذين صخروا أنفسهم لزراعة هذا المكان الجميل ومتابعته وريه باستمرار، حتى إن شاء الله يعطي الصورة لزائر هذا البلد الكريم عن بيئة المملكة العربية السعودية وبيئة منطقة مكة المكرمة بجمال هذه أشجارها المحلية